هل يصح البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه؟ كيف؟ قلنا اشتري هذا السلعة واعطيه ثاني، قال لا أنا أبيع عليك بأقل من هذا، أو يأتي إلى البائع ويقول أنا اشتريها منك بأكثر من هذا، النجش رفع السعر كذلك. إما أن يكون الغرض من الزيادة في السعر الضرر بالبائع أو بالمشتري أو بهما. طيب،